السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حسان الفنان. تحياتي لكم وتحيات كل الفريق العامل في البرنامج أصدقائي، ونحن معكم في حلقة جديدة من برنامجنا. أطلينا عليكم وسنتلقى اتصالاتكم على أرقام هاتف البرنامج التي سنراها تباعا على شاشة البرنامج، التي يمكنكم التواصل والاتصال والمشاركة والمشاركة أيضا في المسابقة. وأذكركم أن في آخر الحلقة عندنا هدية للفائز في القرعة تقدمة دار البنان. أصدقاء، اليوم عندنا أيضا مجموعة جديدة من مشاركات الأصدقاء سنشاهدها تباعا في هذه الحلقة. ولا تنسوا أن هناك أيضا عندنا لعبة اليوم سنعرضها لكم لنرى ماذا جهزنا لكم من لعبة. وأيضا أذكركم أن هناك إمكانية المشاركة وأرسال فيديوهات عبر برنامج حسان الفنان لرقم الواتساب الذي أيضا سنراه على الشاشة، وهو على الشكل التالي كما تشاهدونه: 00961766055. اليوم سنحكي أصدقائي عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك وكيف نجهز أنفسنا، وهل استعدينا كما يجب. سنطرح هذا الموضوع عليكم أصدقائي ونناقشه ونقدم لكم مجموعة من النصائح. ونبدأ بتلقي الاتصال الأول في حسان الفنان لنرى من وصل إلى البرنامج الآن. ألو، رن الهاتف في برنامج حسان الفنان ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتكلم معنا؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. من معي؟ أنا رضا نصر الدين. كيف حالك يا رضا؟ الحمد لله. رضا صديق، من أين تتصل بنا؟ من العين. وكم عمرك؟ من أين؟ من العين. أهلا وسهلا بك صديقي. كم عمرك صديقي؟ عمري 12 سنة. 12 سنة. صديقي تتابع البرنامج دائما في حسان الفنان؟ كل يوم؟ نعم. كل يوم ولا بعض المرات؟ بعض المرات. طيب، اليوم يا صديقي نحن نتحدث أو سنتحدث عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك. كيف يجب أن نجهز أنفسنا؟ هل أنت يعني جاهز لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ ماذا ستفعل؟ هل وضعت خطة أو برنامجا لكيفية قضاء هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المبارك صديقي؟ نعم. هيا أخبرني يا صديقي. سأختم القرآن الكريم مرتين أو أكثر. أحسنت، ما شاء الله، هذا أهم، يعني من أهم الأفعال في شهر رمضان المبارك. عندك قدرة تختم القرآن أكثر من مرة؟ أجل. يعني تقرأ باليوم تقريبا جزئين؟ أحيانا. أحسنت صديقي. هل تعرف كم عدد أجزاء القرآن الكريم يا صديقي؟ نعم. كم؟ 30. 30 جزء، يعني إذا كل يوم قرأنا جزءاً سنختم القرآن، وإذا قرأنا جزئين سنختمه مرتين. أحسنت يا صديقي، أحسنت وبارك الله بك. يا اسمك الكريم لو سمحت، نسيت اسمك. رضا. رضا صديقي، رضا نذهب إلى المسابقة؟ نعم. نذهب إلى المسابقة، جاهز؟ نعم. هيا بنا إلى السؤال يا رضا. يختلط الزيت مع الماء إذا وضعنا معهما صابونا يا رضا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ يعني إذا وضعنا، عادة نحن كما تعلمنا في المدرسة أن الزيت من المستحيل أن يختلط بالماء، صح؟ إذا وضعناه في وعاء واحد، ولكن إذا وضعنا معه صابونا سيختلط الزيت بالماء، صحيحة هذه المعلومة أم خاطئة؟ خاطئة. خاطئة؟ نعم. لم تمر معك في مدرسة، في المدرسة في مادة العلوم؟ لا، بس أعرفها. تعرفها؟ طب هل جربتها؟ نعم. هل جربتها قبلا؟ لا، ولكن أسمع بها. تسمع بها. طب ما رأيك لو أعطيك فرصة لكي تفكر أكثر بالمعلومة؟ نرى السؤال من جديد على الشاشة لو سمحت حضرة المخرج. نرى السؤال، خذ وقتك يا رضا واعطني الإجابة. نرى السؤال من جديد. السؤال، هل يختلط الصابون، عفوا، هل يختلط الزيت بالماء إذا وضعنا معهما صابونا؟ لا، أنا متأكد. أنت متأكد؟ نعم. طيب، مصر على الإجابة يعني؟ نعم. طيب يا صديقي، دعنا نرى الإجابة. صديقي رضا، نعم. ما رأيك؟ نظر. إجابة خاطئة، صحيح؟
طيب حسن يا صديقي، ليست مشكلة، جرب معنا في حلقات أخرى. هذه المعلومة أحفظها يا صديقي. عادة الزيت والماء إذا وضعنا معهما صابونا طبعا سيختلط، يعني هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يختلط الماء بالزيت. حسنا يا صديقي، شكرا يا علي، وإلى اللقاء. وأصدقائي نذكركم بأرقام هاتف البرنامج في حسن الفنان من جديد، وهي الأرقام المخصصة لاتصالاتكم ومشاركاتكم مباشرة على الهواء. ونرى من معنا الاتصال الثاني في حلقة اليوم. رن الهاتف من جديد. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الفنان، من يتكلم معنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. من يتكلم معنا؟ آية. آية، كم عمرك يا صديقتي؟ 12. آية، تشاهدين الحلقة من البداية؟ نعم. هل عرفتي عن ماذا نتحدث اليوم؟ نعم. ما هو موضوع الحلقة؟ رمضان. عن استقبال شهر رمضان المبارك، كيف جهزتي نفسك يا آية؟ بدأت صيام اليوم. بارك الله فيك. سأبدأ بقراءة القرآن. أحسنت يا آية. يعني هل تعرفي أن من المستحبات الكبيرة التي نؤجر عليها أن نصل شعبان، شهر شعبان، شهر رمضان المبارك؟ نعم. أحسنت صديقتي، يعني بارك الله بك، اليوم بدأت بالصيام إن شاء الله، يعني أنت ستوصلين شهر شعبان من شهر رمضان المبارك، وأيضا نهار الغد ستصومين إن شاء الله؟ أكيد. إذا لم يكن شهر رمضان؟ طبعا. حسنا يا صديقتي، أهلا بك يا آية. آية، في شهر رمضان المبارك عادة كيف توزعين وقتك؟ أولاً بين النهار والليل يعني طبعا. نعم، صباحاً أقرأ قراءة القرآن. نعم. وبعد الإفطار؟ بعد الإفطار أقرأ القرآن وأشاهد التلفزيون قليلا. نعم. طيب، هل تحيين الليل مثلا تقومين ببعض العبادات عند السحور؟ أكيد طبعا. أحسنتي، أحسنتي يا آية. أي علينا أن نستفيد من هذا الشهر الكريم، هو شهر الله، شهر القرآن يا صديقتي، ويجب علينا يعني قدر الإمكان أن نستغل هذه الفرصة التي تأتينا مرة واحدة في السنة، صحيح؟ نعم. طيب، نذهب إلى لعبة حسابية يا آية، ما رأيك؟ كيف؟ تحب العمليات الحسابية، مادة الرياضيات في المدرسة؟ نعم. طيب، دعينا نرى ما هو الرقم المفقود في اللعبة الحسابية. إلى اللعبة يا آية. أي، ما هو الرقم المفقود برأيك حسب التسلسل الرقمي للأرقام؟ هل هو 1001 أم 1000؟ أي، هناك تسلسل رقمي للأرقام كما نشاهد، ستكون إجابة 1001 أو 1000؟ نعم. لم أسمعك، ارفع صوتك لو سمحت. ألو أي، ماذا قلتي؟ ألف. متأكد من الإجابة؟ نعم. لنرى الإجابة إن كانت صحيحة يا آية. تقول ألف هو الرقم المفقود. دعونا نرى الإجابة. أحسنت يا آية، واسمك في قرعة البرنامج. شكرا لك يا آية، وفي أمان الله انتظرينا في آخر الحلقة، نتمنى أن تكون من الفائزين إن شاء الله بعد إجراء القرعة. أصدقائي، أذكركم أن اليوم عندنا مجموعة من المشاركات أيضا التي وصلتنا عبر رقم الواتساب إلى برنامج حسن الفنان، سنعرضها تباعا على 3 مراحل. دعونا نذهب الآن لنتلقى اتصال جديد في حسن الفنان ونقول ألو. ألو، أنا الهاتف الجديد، حسن الفنان معكم، من يتكلم معنا؟ ألو. ألو، مريم، كيف حالك يا مريم؟ الحمد لله. كم عمرك صديقتي؟ 12 سنة. كم؟ 12 سنة. أهلا وسهلا بمريم. مريم، أول مرة تتصلين بنا في برنامج حسن الفنان؟ نعم. طيب مريم، تتابعين البرنامج دائما؟ نعم. ماذا يعجبك أكثر شيء في البرنامج؟ يعجبني الأسئلة التي تقدمونها. المعلومات التي نقدمها في الأسئلة. آية، عفوا مريم. نعم. دائما عندما نطرح السؤال على الشاشة وأنت تشاهدين، لو لم تتصلي تعطينا الإجابة صحيحة دائما؟ نعم. يعني أنت عندك كمية كبيرة من المعلومات الجيدة، صحيح؟ نعم. طيب، ممكن أن تخبريني يا مريم عن كيف تحضرين نفسك لاستقبال شهر رمضان المبارك؟ أقرأ صيام من خلال الأيام لأستطيع التعود.
أحسنت يا صديقتي. من أجمل الأشياء التي يمكن أن نقوم بها أن نبدأ بالصيام هذه الأيام إذا كان طبعا لدينا قدرة لنصل شهر شعبان بشهر رمضان المبارك. أحسنت يا صديقتي مريم وبارك الله بك. طيب في شهر رمضان عادة كم تخصصين وقتا لقراءة القرآن يا مريم؟ لا أعرف يعني أكثر من شهرين. ولكن السنة الماضية ختمت القرآن في شهر رمضان المبارك؟ في الأيام العادية ختمت القرآن. صفقوا لي مريم يا شباب لو سمحتوا. أحسنتي بارك الله بك يا مريم. يعني هذا من أجمل الأشياء أو الأمور أو الأفعال التي نقوم بها أن لا نترك القرآن في على مدار العام يا صديقتي. صحيح أنه هو يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، ولكن علينا أيضا أن نداوم على قراءة القرآن على مدار العام وكل أيام. صحيح يا مريم؟ صحيح. إلى أين الآن نذهب؟ ما رأيك؟ نذهب إلى مسابقة لسؤال؟ نعم. طيب دعونا نذهب إلى السؤال لمريم لنرى ماذا جهز لها المخرج. تفضل يا مريم إلى السؤال. أكبر بيضة في العالم يا مريم هي بيضة النعامة أم بيضة البطريق؟ يا مريم. نعم. أكبر بيضة في العالم للطيور، طبعا نتحدث عن الطيور، البطريق أو النعامة؟ نعم. النعامة؟ نعم. مش ممكن تكون البطريق؟ يعني موضوع عندك، ولكن أنا فقط يعني هكذا أطرح كاقتراح لا أتبنى. نعتمد النعامة؟ نعم. أكبر بيضة هي النعامة، أكبر من بيضة البطريق؟ دعينا نرى نعم؟ النعامة. النعامة. إذا مريم تقول أن بيضة النعامة هي أكبر بيضة أو أكبر من بيضة البطريق. إلى الإجابة يا مريم. أحسنت يا مريم، أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، وإجابتك صحيحة واسمك في القرعة. انتظرينا إلى آخر الحلقة. أصدقائي دعونا الآن نشاهد المجموعة الأولى من مشاركات الأصدقاء التي وصلتنا إلى حسن الفنان ونتابع معكم الحلقة. إلى المشاركات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليه الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وهي محافظة وقائدة وناصرة. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. يا ترى أين الإمام؟ هل هو بين الأنام؟ هل يعيش بيننا؟ هل يرانا ونراه؟ كيف يعني أن يغيب وهو في القلب قريب؟ هو للعين نصر وهو للروح طبيب، فهو كالشمس ضياء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. إمامنا الثاني عشر
والإمام المنتظر محمد بن الحسن القائم المهدي القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. كل عام وأنتم بخير. لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. شكرا لكل الأصدقاء على هذه المراسلات التي وصلت إلى حسن الفنان، وأيضا لدينا مجموعة ثانية ومجموعة ثالثة إن شاء الله اليوم في حلقة حسن الفنان. وأصدقائي انتظروا كل الفيديوهات التي وصلت، سنعرضها إن شاء الله تباعا على مدار الحلقات، وطبعا نحن سنكون معكم في حسن الفنان خلال شهر رمضان المبارك كل جمعة وسبت وأحد، فترقبونا الساعة 5 عصرا بتوقيت بيروت. نتلقي اتصال جديد في حلقة اليوم مع حسن الفنان، لنرى من معنا على الخط. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو، زينب. يا زينب كيف حالك يا زينب؟ كم عمرك يا صديقتي؟ 6 سنوات. 6 سنوات، منذ متى تشاهدين حسن الفنان يا زينب؟ من زمان. من زمان، ما الذي أعجبك في البرنامج؟ أحسنتي، بارك الله فيك زينب. زينب، أنت في شهر رمضان المبارك كم ساعة تصومين تقريبا؟ جربتي؟ ماذا؟ في شهر رمضان المبارك كم ساعة تصومين؟ ساعة، ساعتين أو ثلاثة؟ نعم؟ الظهر. يعني حوالي 4-5 ساعات، يعني حتى 12 ظهرا تقريبا تستطيعين الصيام؟ نعم. بارك الله بك يا زينب. طيب زينب، عندك مشاركة تقدمينها لنا في البرنامج؟ نعم. هيا اسمعينا. تفضل يا زينب. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك يا طواطي والسعي في أحسنت يا زينب، بارك الله بك وأهلا وسهلا بك بهذه المشاركة الجميلة. أن تظهرين زينب إلى آخر الحلقة إن شاء الله تكون من الفائزين، ربما تكون القرعة من نصيبك. شكرا يا زينب. أصدقائي، أذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا عبرها وتشاركوا معنا مباشرة على الهواء، وهذه هي الأرقام المخصصة لمشاركاتكم. وحسن الفنان معكم على الهواء مباشرة، لنرى من معنا على الخط من جديد. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو؟ ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو؟ حنان؟ حنان؟ ذهبت حنان ولم تعد. حنان قطع الخط، يبدو ما حنان صديقتي حاول الاتصال بنا من جديد. نحن بانتظارك، ليست مشكلة، جربي وإن لم يحالفك الحظ يعني عندنا إن شاء الله حلقات قادمة، اتصلي وشاركي معنا وشكرا لمشاركتك. إذن أصدقائي، اليوم نتحدث عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك. مجموعة من الأصدقاء الذين اتصلوا بنا في البداية قالوا أنهم سيخصصون وقتا لقراءة القرآن، منهم من قال أنه سيختم القرآن مرة، ومنهم من قال مرتين، ومنهم قال 3 مرات. وأيضا أصدقائي طبعا يعني هذه من أهم الأعمال التي يمكن أن نقوم بها في شهر رمضان المبارك،
وأيضا يجب أن نستغل كل لحظة في شهر رمضان المبارك، هي فرصة ربانية، يجب أن نقرأ القرآن، أن نصلي، ندعو الله، ويجب علينا أن نحافظ على وقتنا وأن لا نهدره أصدقائي في أشياء أو في أمور لا تفيدنا بشيء. عندنا اتصال؟ ألو؟ إذن أصدقائي ربما يجهز ريثما يجهز الاتصال، نذكركم بأرقام هاتف البرنامج من جديد على حسن الفنان الذي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا معنا، وهي على الشكل التالي: أرقام هاتف البرنامج 00961 1080 3001 1844 4763، ورقم الواتساب المخصص لمشاركاتكم التي تصلنا على حسن الفنان، رقم الواتساب وهو 00961766050550. معكم على الهواء مباشرة في حسن الفنان أصدقائي، أذكركم أنه بإمكانكم متابعة حسن الفنان على موقع قناة طه على اليوتيوب، كل الحلقات التي مرت يمكن أن تشاهدوها وتعود إلى موقع اليوتيوب، أيضا لمن يحب أن يشاهد قناة طه على اليوتيوب أيضا هناك بث حي للقناة ويمكنكم متابعة حسن الفنان. اتصال؟ وصل الاتصال إلى حسن الفنان لنرى من معنا على الخط. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من يتصل بنا؟ كوثر عبد الله. أهلا وسهلا بك يا كوثر، كيف حالك؟ الحمد لله، نحن وأنتم إن شاء الله بخير. إن شاء الله بخير. كوثر، كيف تجهزين لشهر رمضان المبارك؟ اسمح لي أولا أن أبارك لك حلول شهر رمضان الذي تتنزل فيه الملائكة وفيه ضاعت أسواق أعمالنا غير أهلا، أحسنت يا كوثر. طيب كوثر، ماذا تنصحين الأصدقاء في شهر رمضان المبارك؟ يعني طبعا شهر رمضان المبارك من أجمل الأشهر التي تمر في السنة، يعني وهناك منحة كبير نحو له، نحو مشاهدة التلفاز والمسلسلات والبرامج والسهر، وماذا تنصحين الأصدقاء؟ نحن يعني على أبواب شهر رمضان المبارك، أريد أن أسمع منك نصيحة للأصدقاء. ونحن على أعقاب شهر رمضان المبارك يجب علينا أن ننظم أوقاتنا لما يرضي الله عز وجل، ونستفيد منها من الأجر الذي يتضمنه هذا الشهر. نعم، خاصة وأن لدينا مدة من الوقت في هذه الأزمة، في هذا العصر القصرية، يجب علينا أن نهتم بعباداتنا، وحتى من جميل أن نحسن المرء أخلاقه قبل شهر رمضان. أحسنتي أحسنتي صديقتي. من الآخرين لكي يكتب شهر رمضان وهو صاف القلب ومرتاح نفسيا. أحسنتي صديقتي، يعني هي محطة سنوية لمراجعة حساباتنا لنتقرب أكثر إلى الله عز وجل، وطبعا علينا أن نعطي اهتماما أكبر وأكثر لقراءة القرآن، صحيح؟ طبعا تلاوة القرآن كريم، أحسنتي. وهو ربيع القرآن. أحسنتي صديقتي كوثر، وشهر رمضان يعني هذه الأيام مسبب أنه كل الأصدقاء موجودين في المنزل، فعندهم الوقت الكافي لقراءة القرآن ومداومة على أفعال الخير، وهناك أمور كثيرة ممكن أن نقوم بها، هناك الصدقة، هناك الصدقة تكون أيضا من أحسن الصدق. أحسنتي صديقتي، يعني الصدقة ممكن أن تكون بابتسامة، صحيح؟ نعم، ممكن أن نكون بحسن بدخل السرور على قلوب المؤمنين. بارك الله بك يا كوثر، بوركتي على هذه المشاركة. كوثر أشكرك على هذه المشاركة وأكتفي بهذه المداخلة وأقول لك إلى اللقاء، مع السلامة كوثر. أصدقائي دعونا نذهب، قبل أن نذهب دعونا نأخذ اتصال حسن، لأن الهاتف في حسن الفنان، من يتصل بنا؟ أنا حسن الفنان، من معي؟ غيد كفاية. من؟ غيد كفاية. غيد؟ كم عمرك يا غيد؟ غيد لو سمحتي اقتربي من سماعة الهاتف واخفضي صوت التلفاز من فضلك يا غيد. نعم، طيب اقتربي انت من سماعة الهاتف لكي اسمعك بشكل افضل يا غيد. نعم. حسنا، تسمعين الان؟ نعم. انا حسن الفنان، من انت؟ انا غيد كفاية. اهلا وسهلا بك يا غيد. صديقتي، في شهر رمضان المبارك انت تصومين عادة؟ نعم.
كم ساعة تصومين يا غيد؟ نعم. كم ساعة تصومين في شهر رمضان المبارك؟ أقرأ القرآن. تقرأين القرآن وتصومين حتى موعد الظهر، حتى صلاة الظهر؟ لا، ومزين. أها، تضعون الزينة، جميل. طيب، تستيقظين على السحور عادة يا غيد؟ نعم. تستيقظين على السحور في شهر رمضان المبارك؟ السحور من الأوقات المباركة في شهر رمضان المبارك، يعني السحور من الأشياء المستحبة، وقراءة القرآن أيضا عند الفجر. حسنا يا غيد، عندك مشاركة تقولينها لي يا غيد قبل أن نقول لك إلى اللقاء؟ يا غيد. نعم. من يجلس بالقرب منك؟ أسمع صوت طفل صغير. ألو. إنها أخ. أهلا، تحية لها. كم عمرها أختك يا غيد؟ اثنان. نعم، تشاهد برنامج الآن؟ ما اسمه؟ لا تشاهدني حتى أقول لها كيف حالك. طيب غيد، أشكرك على هذه المشاركة، وإلى اللقاء، انتظرينا في آخر الحلقة لإجاء القرعة. مع السلامة يا غيد. أصدقائي، دعونا نذهب الآن لمشاهدة مجموعة جديدة من مشاركات الأصدقاء التي وصلت إلى حسن الفنان، ونعود لمتابعة برنامج حسن الفنان مباشرة على الهواء. إلى المشاركات. كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة كل ساعة يا اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة. اللهم كن ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. يا مهدي الزمان، يا نور الأكوان، متى ترانا ونراك ونكحل عيوننا بمرآك؟ لقد أتعب الجور قلوبنا، امسح يا مولاي على قلوبنا التي أتعبها شوق الانتظار. اللهم كل وليك العرشة ابن الحسن، صلواتك عليه على آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة. الحجة ابن حجان، صلواتك عليه على آبائه. في هذه الساعة كل ساعة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه لا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن، اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعليه.
شكرا للأصدقاء الذين أرسلوا هذه المشاركات، وأيضا أصدقائي لدينا مجموعة ثالثة وأخيرة إن شاء الله في حلقة اليوم من حسن الفنان، شاهدوها قبل إجاء القرعة بدقائق. ونذكركم بأرقام هاتف البرنامج لحسن الفنان التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا عبرها، وهي على الشكل التالي نراها على الشاشة. اتصلوا وحدثونا وأخبرونا عن كيفية استقبال شهر رمضان المبارك، كيف جهزتم أنفسكم وماذا تفعلون وماذا وضعتم من خطة للاستفادة من أوقات شهر رمضان المبارك. دعونا نأخذ الاتصال الأول في حلقة اتصال جديد ليس اتصال أول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حسن الفنان من يتكلم معنا؟ أهلا وسهلا بك يا نرجس، كيف حالك صديقتي؟ يا نرجس كيف جهزتي نفسك لاستقبال وإحياء ليالي شهر رمضان المبارك؟ بالصوم والدعاء. أنت تحبين شهر رمضان المبارك؟ أجل. تجلسين على الإفطار مع الأهل؟ نعم. تستيقظين على السحور؟ أجل. كم ساعة تصومين في اليوم؟ كل نهار. كم عمرك يا نرجس؟ يا آية عفوا، كم عمرك؟ سبع سنوات عمرك؟ ما شاء الله، يعني عندك قدرة تصومين، بارك الله بك يا آية، ويعني نقول إن شاء الله أجرك عظيم في شهر رمضان المبارك. طيب آية نرجس آية تركماني صديق. طيب نرجس صديقتي، اسمها نرجس عفوا. طيب نرجس، كم سورة قرآنية تقرأين في شهر رمضان المبارك؟ نعم؟ أنا أتعلم. نعم؟ أسألك كم؟ نعم؟ تسمعيني؟ لا. كم سورة تقرأين في شهر رمضان المبارك من القرآن بشكل يومي؟ يا نرجس أربعة. أحسنت يا نرجس، عندك مشاركة قدمية للبرنامج صديقتي؟ ممكن تسمعيني مثلا سورة من قصار السور؟ تفضلي يا نرجس. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك سواء وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين، أحسنت يا نرجس، أشكرك على هذه المشاركة وإلى اللقاء، انتظرينا إلى آخر الحلقة، مع السلامة. نتلقى اتصال جديد في حلقة اليوم من حسن الفنان لنرى من معنا على الخط. أنا حسن الفنان، من يتصل بنا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من يتصل بحسن الفنان؟ آية. أهلا وسهلا بك يا آية، كيف حالك؟ آية كم عمرك صديقتي؟ خمس سنوات؟ نعم. ما زلت صغيرة جدا يا آية. طيب كم مرة تشاهدين حسن الفنان في الأسبوع؟ كل يوم؟ ثلاثة. طيب صديقتي آية، نحن في شهر رمضان المبارك سنكون معكم نهار الجمعة والسبت والأحد في حسن الفنان. حسن إن شاء الله ستتابعينا وتشاركين إن شاء الله. طيب آية، أنت في شهر رمضان المبارك ماذا تفعلين؟ أنت صغيرة طبعا، ما هي الأعمال التي تقومين بها؟ تقرأين قرآن، تصومين بعض من الوقت ولو ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، تقرأين دعاء مثلا مع الأهل في المنزل؟ نعم نعم. أقوم ثلاث ساعات. ثلاث ساعات، جميل. طيب وعند الإفطار أيضا تجلسين مع الأهل لمشاركتهم الإفطار؟ أقرأ القرآن. تقرأين القرآن، بارك الله بك يا آية. ممكن تسمعين الآن آية أو بعض الآيات من القرآن الكريم على الهواء؟ ممكن؟ كيف؟ تفضلي يا آية نسمعك. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إنا سنتحن وتأثر، صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا آية، تصفيق لآية على هذه القراءة الجميلة، بوركت صديقتي واسمك أدرجها في القرعة، انتظرينا حتى آخر الحلقة، نتمنى أن تكوني من الفائزين.
نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان ونرى من معنا على الخط من جديد. أنا الهاتف في حسن الفنان لنقول ألو. من معنا؟ من معنا؟ من معنا؟ نعم ألو. محمد مهدي قصير. كم عمرك يا محمد مهدي قصير؟ 8 سنوات. 8 سنوات محمد مهدي، ممكن أن تخبرني كيف تقضي أيامك وأوقاتك في شهر رمضان المبارك؟ أقرأ القرآن الكريم. وماذا أيضا؟ تقريبا 5 أيام. 5 أيام، أحسنت يا محمد مهدي، وإن شاء الله عندما تكبر يعني تستطيع أن تصوم أكثر وأكثر إلى أن يصبح الصيام عليك واجبا وتصوم كل أيام إن شاء الله، صحيح محمد مهدي؟ صحيح. طيب، تستيقظ على السحور مع الأهل في شهر رمضان؟ أنا. طيب، ماذا تقوم من نشاطات؟ يعني عادة السنة الماضية كنت تشارك في إحياءات رمضانية مثل ليالي القدر وبعض الإفطارات وقراءة الأدعية والمشاركة مثلا في تقديم المساعدات، قمت بهذه النشاطات مع الكشاف أو غير الكشاف؟ نعم. أخبرني ماذا فعلت السنة الماضية؟ أحييت مع أمي وأبي ليلة القدر. أحسنت. وذهبت إلى الكشاف. نعم. جعلوا لنا. قدمتم مساعدات في شهر رمضان المبارك للفقراء والمحتاجين؟ نعم. جمعتم يعني بعض من الأموال والأغراض وقدمتوها؟ فقط أموال ليس أغراض. نعم. فقط أموال. قدمتم أموالا للمحتاجين والفقراء. نعم. أنت كنت مساهما في هذا المشروع صديق محمد مهدي؟ نعم. أحسنت محمد مهدي، أحسنت. بوركت يا صديقي، عندك مشاركة تقدمها للبرنامج الآن؟ لا. طيب. مسابقة تريد سؤالا. طيب محمد مهدي يريد سؤالا في المسابقة، دعونا نذهب إلى السؤال لنرى ماذا جهزنا لمحمد. إلى السؤال. يا صديقي محمد مهدي، يغلق عينا واحدة عندما ينام، عن من نتحدث؟ عن الدولفين أم عن الجمل؟ أي حيوان يغلق عينا واحدة عندما ينام، الدولفين أو الجمل يا محمد مهدي؟ عليك أن تختار إجابة صحيحة. الدلفين أو الجمل هو الذي يغلق عيناه عندما ينام، أو يغلق عينا واحدة عفوا. جمل. الجمل؟ نعم. ما رأيك لو نشاهد السؤال مرة ثانية لنتأكد من المعلومة؟ اقرأ السؤال جيدا، اقرأ مع السؤال يا محمد مهدي، اقرأ السؤال بصوت مرتفع. يغلق عينا واحدة عندما ينام. من هو؟ دولفين. دولفين؟ نعم. إجابة أخيرة؟ نعم. لا تغير؟ لا. لا تبدل؟ لا. طيب دعونا نذهب لنرى الإجابة إن كانت الدولفين كما يقول صديقي. إلى الإجابة. أحسنت يا محمد مهدي، إنه الدولفين هو الذي يغلق عينا واحدة عندما ينام، وإجابتك صحيحة واسمك أدرج في القرعة يا محمد مهدي. كم عمره شقيقك يا محمد؟ كم عمره؟ ذهب صديق، ليست مشكلة، حاول صديقك مرة أخرى إن شاء الله يعني نتلقى اتصالك ويشارك شقيقك. نتلقى اتصال جديد في حسن الفنان و نسمع رنة الهاتف ونقول ألو. أنا حسن الفنان، من يتكلم معنا؟ ألو؟ ألو؟ السلام عليكم. عليكم السلام. من يتصل بحسن الفنان؟ زينب حسون. أهلا وسهلا بصديقتي زينب، كم عمرك يا زينب؟ 6 سنوات. 6 سنوات، أخبريني كيف جهزت نفسك أو كيف تعملين على تجهيز نفسك لشهر رمضان المبارك، هذا الشهر المبارك يا زينب؟ أنت تنتظرين شهر رمضان المبارك من سنة إلى أخرى؟ من سنة إلى سنة؟ زينب؟ طيب ماذا تفعلين في شهر رمضان المبارك؟ كيف تحيين ليلة شهر رمضان المبارك؟ تقومين على السحور مع الأهل، تصومين بعض الساعات، تقرأين القرآن، تقومين ببعض الأعمال الخيرة، مساعدة الآخرين؟ أقرأ القرآن. تقرأين القرآن كل يوم؟ كل يوم؟
كل يوم. ولكن في شهر رمضان عفوا في شهر رمضان المبارك علينا أن نقرأ كل يوم وحتى في الأيام العادية، صحيح يا زينب؟ إنه هو شهر القرآن وأنزل في شهر رمضان، صحيح؟ صحيح. ممكن أن تسمعيني بعض آيات القرآنية الآن على الهواء مباشرة يا صديقتي زينب؟ تحفظين سورة القدر أو سورة الكوثر أو الفلق أو الناس؟ هيا اسمعينا، أي سورة سنسمع منك يا زينب؟ زينب تفضلي. بسم الله. سورة التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت يا زينب، تصفيق لك، صدق الله العلي العظيم، بوركت واسمك أدرج في القرآن. انتظرينا إلى آخر الحلقة، نتمنى أن تكون القرآن من نصيبك. مع السلامة أصدقائي. أذكركم بأرقام هاتف البرنامج التي يمكنكم أن تتصلوا وتشاركوا في حسن الفنان، وهي الأرقام المخصصة للاتصالات المباشرة على الهواء. ونتلقى اتصال أخير في حلقة اليوم على ما أعتقد، لنرى من معنا على الخط. الاتصال الأخير في حلقة اليوم، حسن الفنان معكم. من معي؟ ألو؟ مريم صقر. من؟ مريم صقر. مريم صقر، كم عمرك يا مريم؟ تقش، عفوا، نعم؟ 9 سنوات ونص. أول مرة تتصلين بنا في البرنامج يا مريم؟ هذه أول مرة. أول مرة. وكم مرة شاهدتي حسن الفنان حتى الآن؟ التحقتي بنا من جديد أم تتابعينا منذ انطلاقة البرنامج؟ أتابعه ليس من أول انطلاقة البرنامج. نعم. يعني لكن ليس من فترة طويلة. التحقت بنا قريبا منذ فترة قليلة يعني. طيب. نعم. صديقتي، أعطيك بعض معلومات عن برنامج حسن الفنان. كان يعرض أيام اثنين حتى الجمعة الساعة 5 عصرا. نحن إن شاء الله في شهر رمضان المبارك سنكون معكم في هذا البرنامج كل جمعة وسبت وأحد الساعة 5. حسناً؟ حسناً. طيب، ويمكنك يا صديقتي أن تعودي إلى موقع قناة طه على اليوتيوب لمشاهدة حلقات حسن الفنان التي فاتتك ولم تشاهديها، موجودة كلها على اليوتيوب. حسناً؟ وأيضا نحن نبث بشكل حي على اليوتيوب، ممكن مشاهدة البرنامج مباشرة على اليوتيوب. طيب يا مريم، استمعت إلينا من البداية من هذه الحلقة؟ نعم. نتحدث عن شهر رمضان المبارك، كيف نستقبله؟ كيف جهز الأصدقاء أنفسهم لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ عندك مداخلة أو أي تعليق في هذا الموضوع؟ نعم، أنا زينت المنزل بأسغاد يدوية كنت بها، صنعتها بنفسي، وأيضا هذه السنة ستكون أول سنة صيام لي. هذه السنة يعني ستصومين الشهر. نعم. بكامله إن شاء الله. نعم. طيب، نحن ندعو لك بالتوفيق وتقضين أيام مباركة وأيام إن شاء الله تكون يعني فيها رضا الله عز وجل يا مريم. ويعني تحية لك ولكل الأهل، وإن شاء الله يعني يجب أن نستفيد قدر الإمكان من هذا الوقت، وخصوصا في هذه الأيام أننا في المنزل، صح؟ لا نذهب إلى المدرسة. طيب، أشكرك على هذه المداخلة مريم، كنت صديقة عزيزة للبرنامج، تابعينا في حلقات قادمة. ويمكنك أيضا أذكرك أنه بإمكانك إرسال مشارك عبر الفيديو على رقم الواتساب. حسنا، هل يمكنني أن أخذ سؤالا؟ من لم أفهم؟ أريد سؤال. سؤال للمسابقة؟ نعم. طيب، دعونا نذهب إلى السؤال مريم، إلى السؤال لنرى ماذا جهز لك الأصدقاء. طيب، صديقتي لا يستطيع إخراج لسانه من فكه، هل هو التمساح أو الزرافة؟ عن أي حيوان نتحدث؟ يعني إذا التمساح برأيك لماذا التمساح؟ هي معلومة منطقية، ولكن لماذا؟ لأنني لم أساعد عن التلفاز عن الحيوانات ولم أره أخرج لسانه مرة، لكني أرى الزرافة تخرج لسانها. طيب، إجابة مبدئيا صحيحة صديقتي، ولكن أضيف لك معلومة، التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من فمه لأن ما شاء الله فكه طويل جدا. حسنا، دعونا نتأكد من الإجابة إن كانت صحيحة، ربما تكون خطأ. صحيحة يا صديقتي، التمساح، واسمك في القرعة يا مريم. مع السلامة، في أمان الله. أصدقائي، نذهب لمشاهدة المجموعة الأخيرة من مشاركات الأصدقاء، وبعدها نعود لإجراء قرعة البرنامج ونعرف من سيكون الفائز في حلقة اليوم. إلى المشاركات. اللهم صل وسلم.
الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل ساعة ليا وحافظا وقائدا وناصرا. إن شاء الله نكون من أعوانك وأنصارك ومستشهدين بين يديك. إن شاء الله تجي بأقرب وقت مشان تخلصنا من الظلم والمفسدين. والإمام المهدي هو المحبة، وبيعلمنا المحبة والتعاون والحب من بعض والصبر. شوق إليك وفي يمينك بيرق ونازل الدنيا بوجهك تشرق. يا أيها المهدي يا ابن محمد، من يا من بنهجك سؤلنا يتحقق. يا أمة الإسلام أحلو فرحة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. أما وليك حجة ابن الحسن صلواتي عليه وهو على آبائه في الساعة وفي كل ساعة. اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا. إمام المهدي هو الإمام الثاني عشر، والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وأمه السيدة نرجس عليها السلام. كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. تحية لكل الأصدقاء على هذه المشاركات أصدقائي، وترقبونا إن شاء الله في حلقات حسن الفنان، سنعرض كل الفيديوهات التي وصلت والتي تصلنا أيضا. دعونا الآن نذهب لإجراء قرعة البرنامج لنعرف من الفائز في حلقة اليوم. إلى قرعة حسن الفنان. الفائز معنا رقم 5، إنها غيد قطايا. كان معكم حسان الفنان.